بصي بقى انت اللقطه دي. كل سنه وانت طيبه ومقدرين طبعا شعورك الجميل ده. يعني كلمينا عن الاطعام وعن الحاجه الجميله في شهر رمضان. والله مش قادره بس يعني هي ربنا. البيت يعني انا كنت من اكل البيت قسما بالله يعني انا ما يعني مثلا مش بعمل كنت مخصوص ابتديت ب10 وجبات وممكن تبتدي بوجبتين وبثلاث وجبات والله العظيم جرب بوجبتين تطلعهم لله قليل ده انت خير من كسر والله العظيم هتتبسطوا جدا جدا يعني جربوا وجبتين تبدا حاجه صغيره انا والله ابتديت ب10 وجبات قلت ايه طب ما انا اطلع 10 وجبات زي ما باكل فبقوا 20 السنه بعدها 30 الحمد لله مش عايزه اقول لك بقوا كام السنه دي أيوة. والله ما في جنيه بيطلع غير لما بيجي قدامه 10 والله العظيم بتزيد يعني انا مش عايزه اقول لك انا الحمد لله بعمل من مالي الخاص ما حدش بيديني حاجه ما باخدش من حد اي حاجه خالص ولما حد بيعمل لي بصور له حاجته بس يعني واحده صاحبتي وحيده عشان نبين وحيده هي اللي بتقول لي معاكي ولا دول بتوعك ودول بتوعي طب تحبي تقولي ايه للناس يعني برضه انا جايه لك فانا حصل ان انا مثلا من فتره حد من العيله جاب لي لحمه وقال لي مش هاخد قعدت اعيط قلت له لا ده رزقي انا ده بتاعي انا ده رزقي انا تاخده مني ليه قال لي طب انا عايز السنه دي انا اللي مش هاخد فلوس انا ربنا كرمني اقسمت عليه بالله والحي القيوم ان انا ما هاخد جنيه لان انا والله العظيم وبقسم قسم لو تعلمون عظيم ده لما تقول والله العظيم ده قسم لو تعلمون عظيم والله العظيم ما بطلع جنيه غير لما بيجي قدامه 10 اكيد والله العظيم جربوا يا جماعه والله العظيم انا فنانه يعني على فكره ولا محجبه ولا حاجه انا طالعه معاكم بالاشارب يعني بتاع بالنهار تعالوا نجرب انتوا حتى يعني كشباب طلع جنيه طلع 10 طلع 5 لو معاك زياده والله العظيم 3 ويضاعف الله لمن يشاء والله واسع عليم جربوا جرب في بعض يعني الناس بتقول جربوا فني وبتتفرجوا عليا كفنانه جربوا كده ندي لبعض في بعض الناس بتقول انا لو طلعت الدنيا بتقل معايا فمش عارف ايه والله كذب كذب لا ازاي ده ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لك في السراء يجي بقى قدامه ربنا قال ايه يا حاجه في السراء والضراي وحين البأس وحين البأس وحين البأس الناس فاكرين الفنانين ما يعني ما بيتكلموش في برضه في الدين وما بيتكلموش في الكلام الجميل اكتب على صدري ما شاء الله مش عايزه اطلع اتكلم كده هنلاقي تعليقات انا مستنياها عادي باخد حسنات طيب والله العظيم باخد حسنات عادي انت بتشوفي في مصر هنا برضه بعض الجمال على فكره الفنانين زمايلي كلهم والله العظيم جمال ومحترمين وجدعان وفيهم متصدقين كتير وفيهم ناس حلوين كتير والله العظيم انا يعني يمكن واحده من منظومه كبيره جدا تعمل برضو في صمت انا شايفك بتعملي تحت جروب هي لله يعني شوفي لله. شوفي انت قلت ايه هي لله طيب يعني شعورك ايه بقى وانت نازله وفي تجرد كده وبتوزعي الحاجه وبتعملي الكلام ده انا ما اعرفش ان انت موجود اصلا انا عارف ده والله اسال الحاجه امبارح الحاجه نفسها بتقول لي هي مش عايزه تطلع فقلت لها لا لازم نعرف الناس والله العظيم من اول الشهر بشتغل والسنه اللي فاتت احنا عايزين الناس تاخدي القدوه بس تاخدي القدوه بس انا السنه اللي فاتت ما اتصورتش وجالي مصورين من عندكم من يوم السابع انا ما بتصورش انا عارف ده بس امبارح حصل حاجه ان احنا عملنا فجالنا كده تعليقات على قال لك رياء ومرياء والله العظيم ابدا ما كان في دماغنا ولا كنا عايزين نطلع لايف لا اللي بينك وبين ربنا ده ربنا يعلمه يعني هو عالم يعني اقرب الينا من حبل الوريد وعالم السر واخفى فهو انتوا ماليش دعوه بيه وانا مستنيه التعليقات السلبيه لا مفيش سلبيه ان شاء الله لو دي سلبيات اهلا بيها ما تعبناش فيها يقول لك مرحبا بحسنه لم نشقى عليها وفي صحيح. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيدك وكل سنه وانت طيبه انا عايز اعمل مسلسل لغه عربيه يا جماعه بقى انا تعبت من بتتكلمي لغه عربيه اها ما شاء الله طبعا. الحمد لله رب العالمين بحفظ أيوة. القران ما شاء الله يعني انت في جروب بتحفظي معاهم على طول القران يعني الحمد لله حفظت شويه ما شاء الله ما شاء الله طيب مستنيه برضه التعليقات السلبيه يعني لو نفسك تعملي سيده من سيدات المسلمين تعملي مين لا ما بص هقول لك على حاجه في حاجات محظورات كتير ما ممنوع الدخول فيها يعني لكن لو في حد قدوه او حد من النار الى الجنه احب يعني يعني مثلا امراه فرعون مثلا امراه ما دي من الاشياء الحلوه برضو امراه فرعون حملت الحطب الله ممكن عليك. اعملها اصل انا هقول لك على حاجه مش كل الحياه خير ومش كلها برضو شر ربنا منذ يعني خلق الخير والشر خلق لنا الخير والشر وخلق لنا الحياه والموت والشمس والقمر والليل والنهار فما فيش حاجه اسمها خير طول الوقت ما حدش يقعد يقول الفن طلعوا لنا الايجابيات بس
في سلبيات لازم الناس تتعلم منها. سلبيات من المجتمع مش بس من بره. وكفايه بقى يعني انا حته صغيره بقى لاهلنا في فلسطين. فلسطين في القلب وعلى فكره في هي لله في منها جدا كتير في فلسطين، والكومباوند اللي احنا ساكنين فيه ده مطلع عربيتين ورا بعض ما شاء الله كانت لفلسطين ومكتوب اسم الكومباوند عليهم. ما تقولش اسم الكومباوند هقطعك. مش هقول عشان احنا يعني احنا بنعملها لله سبحانه. لا ما بقولش والله ما تخافيش. فالحمد لله رب العالمين تمام. كل سنه وانت طيبه ومنوره الدنيا كلها والفريق الجميل ده الجروب بتاعي. هي لله هي لله هي لله هي لله. كل سنه وانت طيبين. كل سنه وانت طيبين. ان انا في صحابي كلموني امبارح قبل ما اشيل اللايف قالوا لي احنا عايزين نعرف سعر الوجبه، عايزين نعملها وفين. فديتهم نمبر هنا عشان ما اقدرش على العدد. لا اصل الوجبه بتتعمل يعني ايه بالظبط حاجه رضية مش حاجه مثلا انها وجبه اي حد. ما هي لله ما فيهاش ربح بقى. يعني انا متابع من زمان الجروب وشايف ان الجروب ده ما شاء الله يعني جروب كله خير، وفعلا لمست فيه ان هي لله ده مش اسم بس، لا فعلا 15 سنه متعامل مع الحاجه بقى كمان بقى 15 سنه في الفراخ. ما شاء الله وماتي خميس وجديد واي. طيب دي حاجه بقى تانيه بمناسبه تقولي ايه بقى للناس؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، فرحوا الاطفال، فرحوا الايتام، دوروا على البيوت اللي فيها عفه وما بيطلبوش، خبطوا على الابواب، نرجع تاني زي زمان، ندور على حد مختفي ندور عليه، نصل الارحام، الرحم اسمه الرحم، صله الرحم من الرحمه بتاعت ربنا، دوروا على الناس اللي ما بتختفي ما بتتكلمش، وودوهم ولو بشق تمره. كل سنه وانت طيبه. هتبقى شق تمره بطبق كحك. كلام جميل ويدخل القلب فعلا. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبين. كل سنه وانت طيبين.